قصاصات قصاصات مع فؤاد بوشهري. فؤاد بوشهري. قبل سنتين تقريبا ابني الحبيب قرة العين الملا عمر نام بالمستشفى لمدة أسبوع. كنت وايد خايف عليه، وخاصة أن الأطباء في البداية كان تشخيصهم للمرض هو الـ H1N1، ولأن مناعة عمر كانت جدا ضعيفة والزيارة مقتصرة على الأصحاء حتى ما ينتقل له أي مرض، فكنت معاه معظم الوقت. في فترة نوم عمر كنت أجلس مع نفسي وأفكر ما هي الدروس اللي أراد الله سبحانه وتعالى أن أستفيدها من هذا الابتلاء البسيط، وخاصة أنه كان يؤلمني رغبة ابني باللعب والخروج، لأن تلك الفترة كانت تصادف عيد الأضحى المبارك. بصراحة استفدت أمور كثيرة، وخاصة أني كنت في خلوة تامة مع الهدوء في فترات نومه. اكتشفت أمور كانت غايبة عني. من هذه الأمور أني جلست مع ابني الحبيب على انفراد، أتسامر معاه الحديث، أشوف اهتماماته. اكتشفت أنه كبر وصار ريال الله يحفظه وأنا مو ملاحظ. تعلمت أن وايد من الناس اللي نحبهم ويحبوننا بسبب مشاغل الحياة ابتعدنا عنهم وايد. ناس لولا الله ثم وجودهم معانا في وقت الأزمات لما استطعنا أن نعيش بنفس القوة اللي احنا عليها اليوم. رسالتي اليوم هي اقضي وقت أكبر مع من تحب. لابد أن تعلم أن الناس اللي تحبهم واللي تقضي وقت ممتع معاهم وتشعر بالسعادة بالجلوس بقربهم وما تمل حديثهم ولا يملون حديثك، هم في الحقيقة كنز من كنوز الدنيا لا يقدر بثمن. من تستمتع بالحديث معاه هم قوة دافعة لك لتستمر في الحياة بقوة. وجود إنسان تحبه يكون معاك في الحياة هو دعم لتستطيع أن تنجح وتحقق أهدافك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا. ويذكر أحدها ويقول: أجلس في مجالس مع أخوة لي في الله ينتقون أطايب الكلام كما ينتقون أطايب الثمر. بالمقابل تخيل إنسان الظروف تجبرك أنك تصادقه أو تستمر معاه في العمل أو في السفر أو في البيت. للأسف مصاحبة من لا تحب فإنك تهدر وقتك وتضيع طاقتك. حتى وأنت تحاول جاهد لإرضاء من لا تحب تشعر كأنك في صعود لجبل في غاية الوعورة. على العكس لو حاولت تتقرب من إنسان تحبه تحس بشعور من الفرح من أول لحظة إلى نهاية المحاولة، وخاصة لو حققت هدفك. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الجلوس مع من تحب يعطيك دافع أكبر للنجاح، ويعطيك فترة راحة من الهموم، ويساعدك على التفكير. فاحرص على التواصل مع من تحب، ولا تجعل مشاغل الحياة تشغلك عن أجمل ثمراتها. كن رقيق معاهم، قدم الهدايا في كل مناسبة، ولا تنتظر الحب، ولكن اجعل الحب قيمة مطلقة لكل إنسان. قصاصات قصاصات مع فؤاد بوشهري.